إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. شحوب الوجه. شحوب الوجه أو بهتان الوجه يعني لون البشرة، لون بشرة الوجه يكون أفتح من الطبيعي. سببه الأساسي هو الأنيميا، يعني نقص كمية الدم المتدفق للبشرة أو نقص الأكسجين اللي واصل للبشرة بسبب نقص نسبة الهيموجلوبين، وبيظهر أكتر في الأظافر واللسان، باطن الكفين. الأنيميا ممكن تنتج عن بعض العناصر الغذائية لو نقص في الدم، نقص في الجسم زي الحديد، زي فيتامين B12، زي حمض الفوليك، أو أنيميا تكسير الدم زي أنيميا البحر المتوسط. وفي أسباب تانية ممكن تعمل أنيميا وشحوب في الوجه زي اضطرابات الكلى وأنواع الأورام اللي بتؤثر على نخاع العظام وتقلل من تصنيع الدم. بنقدر من خلال بعض الفحوصات والتحاليل الطبية نتبين سبب شحوب الوجه إيه. لو كانت أنيميا بسبب نقص الحديد مثلا، وده أشهر الأسباب، بنعالجها بالغذاء المتوازن مع تناول مكملات الحديد وفيتامين B12. لكن لو سبب شحوب الوجه ده أحد الأسباب الأخرى الأقل شيوعا، بنقدر من الفحوصات نعرفه ونعالج السبب اللي تسبب فيه. فاصل وهنعرف معلومة كمان. من العادات السيئة أكل وجبات تقيلة بالليل قبل النوم لأسباب كتيرة. أولها إنها ممكن تتسبب في عسر هضم، وده بيتسبب في قلة كفاءة النوم وما يبقاش نوم مريح. تاني حاجة، الأكل متأخر وامتلاء المعدة قبل النوم بيزود فرص ارتجاع حمض المعدة من المعدة للمريء، وبالتالي هيتسبب في أعراض حموضة مزعجة جدا، خاصة للناس اللي بيعانوا فعلا من مشكلة ارتجاع المريء. أكتر حاجة سيئة بيعملها التعود على أكل وجبات دسمة قبل النوم هي زيادة الوزن، لأن الأكل قبل النوم بيخزن كميات كبيرة من الدهون في الجسم، على عكس الأكل خلال النهار، خلال ساعات النهار اللي بيتحرق معظمه أثناء الحركة والنشاط والشغل. النصيحة الذهبية، خلي أخف وأقل وجباتك هي وجبة العشاء، وتكون على الأقل ساعتين قبل النوم. دمتم في صحة وسلام. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.